يا سيدي هلا بالنار ما بيجي الا بعينه. انا هته وهو يهجم، ما كان يفهم انه ما بدي اضربه الا خلاني علم عليه. بس الحمد لله كسرنا شوكته. ما قلت لي اخي انت جاي الحمل؟ بعد 10 ايام بس لحتى تصلنا اشاره ثانيه من الشباب. خير الحمد لله، والله كنت مقروق، ماني عارفان شلون يدبر لك رجال. مشان الله يا اخي مشان الله. شبك يا فايره اختي شبك؟ اولادي يا اخي اولادي. اولادك ما بهم شيء. برحمه ابوك ما بهم شيء. والله ما فيهم شيء يا اختي. خليني اشوفه. صدقيني اعمل لك ما فيهم شيء. الله يخليك خليني اشوفه. لا حول ولا قوه الا بالله. احكي لك كلمه يا ابو شهاب. روح جيب لها اياها. انا؟ ايه الله يخليك جيب لي اياها مشان الله. لك بعت عبده بعت حي الله حدا. ايه مشان الله اخي جيب لي اياها. دخيلك يا اخي دخيلك. اركني اختي اركني، هلا بتشوفيهم وبتطمني عليهم. هو بي هو الارض عليكم انكم بعتي خبر غريان قلب عليكم. روحوا لعندها خليها تشق عليكم. والله مو حابب ورجيها حالي. ما فيها شيء لك يا صاحبي ما فيها شيء. يلا قوم. الله حماكم. قوم اخي قوم، عيب عليك بقى، نحن اولاد صغار. انت ما دخلك فيه. هزي له كمان يا مو هزي له، شو عليك؟ احسن منك يا مشراني. انا مشراني؟ هلا هيك طلع مع مني؟ لكن كيف ما دافعت عن اخوك؟ ايه شو كان هو لحاله بالمعمكه يا مو؟ بس وها اذا ما بروح على حاره ابو النار وبحرقها بمن فيها وما برجع الا براس غريمه. وراي اخي؟ راي على البيت. خدني معك. لا انت خليك عم تهز لك امك، شو عليك؟ ان شاء الله بتقبرني على هرجولية اللي اخذها. طالع يا ابي يا مو. طالع لابوك. ابوك مو شاطر الا بالطلاق. ايدك يا مو. يعني هيك احسن؟ طول بالك علي يا رجال. انت اسكتي. حاضر. بدي افهم انت شو اخذك على الحاره؟ طلبتك بالدكان ما لقيتك. احكي وين كنت؟ كنت عم جيب الغداء يا ابي. لقيت ايامي قايمه بالحاره. ايه ما احسن تتركها. شو بدهم يقولوا عني يا ابي؟ هرب وترك اهل الحاره لحالهم بالخناقه يعني؟ انت قد هيك شي ولا؟ رجال عن حق وحقيقة هربت، انت بدك تخانق معها ولا انت؟ اخ. ليش بني انا يا مو؟ شو مالي رجال يعني؟ خلاص امي طول. كانت حاميه كثير. حاميه وبس سيدي. يا محلى الخناقه الاولانيه قدام هي. عظيم. معناها نوري جهز لي حالك. مشان نعرف الرزق منين بدنا ناكلها. حاضر سيدي. وينك؟ نعم سيدي. كتر لي العناصر. ليش سيدي؟ منكفي انا وياك. لك يا بني ادم، كل ما كترنا العناصر كل ما اخذنا اللي بدنا اياه. يعني قصدك بيفكروا انه في شكوى ضدهم سيدي؟ ها؟ ما شاء الله بلشت تفهم. ايه روح. لك عن اسكتوا عليها بس هالمرة لازم نحسبها منيحة قبل ما نفوت عليهم. يعني نغدر فيهم عقيد؟ ولك أبو النار ما تعود على الغدر. رح أبعثهم تهديد لنص عارضهم. ولا نخلي ليلهم نهار ونهار الليل وما يعرفوا الضرب منين عم يجيهم. بيطلع له وقال إنه مشان ما تقولوا إنه أخذكم غدر. لو منخاف من الضفاضي ما غصنا بالسوائي. لا وقال كمان انه خليكم صاحين احسن. يا انا المره الماضيه ما حبيت كرسه بس المره الجايه علي ما علي لاشتري له كفن خيش على حسابي. ما راح يطلع بيده يساوي شيء، بعرفه ما له وقت كلامه. بس اللي ما بيحسب ما بيسلم. لو كان جبان كنت سمعت الناس من زمان عم تترحم عليه. بس هذا زلمه كلمه بتاخده كلمه بتجيبه، بده يعمل حاله راسه مو عارفان كيف. يمنى من سيرته. دخلك معتز وعبده لساتهم واقفين بالحارة؟ لا. ليش تاركن على مرائه؟ بعت وراهم دغري. ماشي بعيونك عقيد. يلا ابو حاتم. عيوني. بترجاك ما بدي حدا يعلم على الحارة. يا باطل ما فشار. سلام عليكم. مهون يا ابو حاتم. السلام ورحمة الله وبركاته. شو هالحكي هذا عمي ابو حاتم؟ هلا خالي هيك قال؟ ايه هيك قال، وما بتأتوا بأي حركة إلا من بعد إذني أنا.
كملت. شلون؟ شريف عبدو شريف. اعطينا شاي مسلم. بلاها عمي بلاها. بده يعلمهم الادب فيها. لك يا عيني عليك على هيك خبريه. لك انا وهذا كله كرمالك ابو غالب. لك الله حيي ابو النار ورجاله. ايه ابو غالب قبلني بدي اسالك سؤال، ولو اني يعني انا مو من جيلك ويمكن ما بحق لي. قول ابو الحكم قول، انت مثل ابني غال. شو بك ابو غالب؟ ما في شيء ما في شيء. والله لا تحكي. شو بدي احكي لأحكي؟ هي عيشي هي. زمان ماله امان، ما بيجي غير على الفقير. والله زعلتني يا ابو غالب. احكي شو صاير معك؟ انا تجوزت كنت كبير شوي، والمرحومه كانت صغيره، كنت حبها ولعبها مثل اولاد صغار. ساعه لعبها طميمي وساعه لعبها طيمشي ونيمشي، يعني كنت حبها كثير. قام الله بعث لي منها 3 بنات، الأولى والثانية والثالثة، وكلهم ماتوا. شي يموت بعد شهر وشي يموت بعد 3 شهور، وآخر وحدة ماتت كان عمري. قام الله بعثي اسمه وكرمه، بعث لي خالي. حسيت حالي مالك الدنيا كلياتها، بس ما كملت معي يا أبو الحكم، ما كملت معي. ماتت أم، وبعد فترة مات غالي. شلون هيك صار معي ما بعرف. ضعفت المرأة، خفت عليها، ما خليت دواء يعتب علي، ما عطيتها، ما كانت تتحسن. قمت زليت نفسي لأبو عصام، قلت لحالي بركي بيعطيها دواء تعافى عليه. إجا معي ملهوف، بس اجا مو ليساعدني، اجا لينتقم مني. تعرف شو قال لي؟ شو قال لك؟ قال لي بعيد ابنك عن امه مشان ما ينعدم، ومثل ما بده صار. والولد كل ماله عم يضعف وينسلم، وامه عم تنادي له وهو عم يبكي. ساعتها حسيت انه ابو عصام بده يحرمني من غالي. قمت عطيت الولد لأمه مشان ترضعه. قمت رضعته حتى نام واتنين مع بعض. وتاني يوم جيت لفيق لأمه، لقيتها ميتة، ما لحقت ادفنها. رجعت لقيت غالي كمان ميت. ومن ساعتها بكره الأرض اللي بيمشي عليها أبو عيسى إنه هو السبب بموت غالي. وحلفت لساوي عيشته سودا، والأيام جاي والسودا جاي. وين أبو الحكام؟ عالدكان. هلا بيكون أبو النار طالع خلقه. والله ومرقت علينا وعالزعيم، بس كمان الصيف ماله قليل، قدر يلعب علينا وعلى أهل الحارة وأخد اللي بده إياه. وين بدي لاقيك يا صيف؟ وين؟ الشغلة صارت تحدي بيني وبين أبو شعب، وإذا سكت عليها بدون يقولوا علي أكلت بجنابي وما قدرت ردها. لازم يصير ليل ونهار وما يشوفوا نوم، وبدي فرجيهم مين هو أبو النار. قربت يا أبو شعب قربت.